الو، السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، وفقك الله، نبدأ ناخذ درس وفقك الله. الشيخ دكتور محمد، دكتور محمد، طال الأمر وأنا عندي ارتباط آخر وفقك الله. كان الصوت غير واضح، كان الصوت لا يصل. يعني نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد،
فإن الهجرة النبوية تمثل تحولاً في الزمان، تمثل تغييراً جذرياً على مستوى العالم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله لإنقاذ العالم من ظلمات الوثنية وجور الشرك إلى عدل التوحيد ونور الإيمان. بعثنا الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام المعارضون له من القوى الوثنية يؤزهم تؤزهم شياطين الإنس والجن أزاً، قاموا ضده ومنعوه من أن يبلغ كلام الله جل في علاه. عند ذلك بحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يمكن أن يسمع الناس الخير الذي بعث به، كيف يمكن أن يخبرهم عن الرحمة التي أتى بها لينقذ الناس من معاناة الظلم والاضطهاد. بحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وسيلة، فذهب إلى الطائف عسى أن يجد فيها أنصاراً يعينونه على أن يبلغ كلمات ربه، ولكنه لم يجد فيها البيئة المناسبة. وبينما هو يقلب يديه ويحرك قدميه باحثاً أمام وجهه عن أحد في مواسم الحج وفي مواسم الأسواق، إذ بعث الله سبحانه وتعالى له الأنصار، وبعد اتفاقات رائعة تدل على مقدار الكفاءة القيادية النبوية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توصل إلى أن تكون المدينة هي دار استقراره وموطن ارتفاعه واخضراره. إنها المدينة التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طابة، وسماها طيبة، وقال لأصحابه وهو يرى الاضطهاد الهائل الذي يصب عليهم من قبل قوى قريش الوثنية، قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، هاجر من هاجر، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحدث بما دار في تلك الأيام، قالت: هاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. كان من ضمن الذين أرادوا الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، أن يؤذن لي يعني أن يؤذن لي لأخرج. هذا يدلك على عدة أمور: أولاً، لا بد من العمل الجماعي. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق وحبيب وخليل الحق جل في علاه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الشفاعة والحوض المورود واللواء المعقود يوم القيامة، إلا أنه يرجو أن يصاحبه أبو بكر في طريقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفعل ذلك يخبر أصحابه أن يخرجوا، لم يخرجوا على شكل التظاهرات وقائلين للناس: نحن في عز ومنعة ونحن لا نخشى إلا الله، كما يفعل بعض المتحمسين حماسة في غير موضعها، بل كانوا يخرجون إما واحدا واحدا أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، دون أن يلفتوا أنظار القوى الوثنية المتربصة. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه مجموعة من أصحابه، منهم أبو بكر. أراد أبو بكر أن يذهب، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. وأبو بكر هو أبو بكر، خيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقه، كما أن صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحدث العظيم لا تبرح ذاكرتنا. خيالك في ذهني، وذكرك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني هل ترجو أن يأذن الله لك فتخرج إلى المدينة؟ قال: نعم.
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم حبس نفسه؟ هل حبس نفسه يوماً؟ يومين؟ هل حبس نفسه أسبوعاً؟ أسبوعين؟ ثم ضاق صدره ويريد أن يلحق بأصحابه؟ كلا، إن أبا بكر قد صار رهن إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رهن إشارة الشرع الذي يمثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجهز بالأسباب البشرية. تقول عائشة: علف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. إذن لم يتعجل بل صبر، ما ضاق صدره، ما تململ، وهو ينتظر أن يؤذن له. ولماذا أخر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه المدة؟ إما أن يؤخره هذه المدة لئلا تنتبه قريش له فتمكر به مكرا متعجلا، وإما أن الله أخره هذه المدة ليمكن أصحابه من الخروج حتى لا يبقى إلا الأقل فيهم، في هؤلاء الأقل من حيث العدد، الأعظم من حيث المكانة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما لأسباب أخرى. لكنهم كانوا ينتظرون إذن الله جل في علاه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أبا بكر الصباح، الغداة والعشية. الغداء يعني بعد الفجر، والعشية يعني بعد العصر. كان يأتيهم الصباح أو الغداة والعشية، حيث تكون الدنيا في مكة الحارة، تكون الدنيا قد بردت وهدأت. هذه المرة لاحظوا كيف جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء متقنعا يعني لا لئلا يعرفه الناس. والتقنع هو أن يضع شيئا على وجهه بحيث لا تبدو إلا عيناه، فلا يعرفه إلا من يدقق في مشيته من الأذكياء. جاء متقنعا يتخذ الأسباب لئلا يراه بقية قريش، فيبحثون لماذا جاء في هذا الوقت غير المعتاد. جاء متقنعا صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في ساعة الظهيرة لأن الناس يكونون قد خلدوا إلى البيوت يبتغون الظل، ابتعدوا عن حر السموم وعن ريح السموم التي تضرب بطحاء مكة. جاء صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا، فقال له، فقال قائل لأبي بكر، قيل بأن القائل هو أسماء بنت أبي بكر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، أي هناك أمر خطير يستحق أن يجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في غير الوقت المعتاد الذي يأتينا فيه. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن. الله أكبر، عائشة لا تترك أدنى التفاصيل، لا تترك أدنى التفاصيل إلا وتذكرها رضي الله تعالى عنها. تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن، وهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يستأذن في دخوله على بيوت أصحابه؟ إنما ذلك تعليم لنا أن نلتزم بأعظم الآداب وأجمل السلوك. فاستأذن فأذن له فدخل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. الأمر يحتاج إلى اجتماع خاص، إلى اجتماع سري، وليس كل واحد كان حاضراً، لا بد أن يسمع ما يقال. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا بتخطيط دقيق يقوم به ويقيم عليه أمره، يخبرنا كيف نستطيع أن نقيم الأشياء وفق تقويم وميزان مناسب، ولا نقول هذا رسول الله لا يحتاج
أن لا يحتاج إلى التخطيط، لا يحتاج إلى التدقيق، لا يحتاج إلى وضع خطة متكاملة يمكن من خلالها أن يصل إلى تحقيق أهدافه. بل نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويتخذ السنن التنظيمية اللازمة لينجح أمره فكيف نحن؟ قال أخرج من عندك. فقال أبو بكر مطمئنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن عنده، قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، أي لا يمكن أن يفشوا السر وربما يعينون على تنفيذ ما تريده يا رسول الله، وكذلك وقع. فقال فإني، ولاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لم يعارض أبا بكر، بل لما سمع من أبي بكر رأيه قابله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم من هو؟ إنه أعظم سادات الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال له إني قد أذن لي في الخروج في الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله بأبي أنت، الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أي الصحبة كما في الرواية الأخرى، أي أريد أن أصحابك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم، ها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما شعر بأنه سيكون هو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة واحدة يبكي أبو بكر يبكي رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم شرف هذه الصحبة ومنزلة هذه الصحبة وعظمة هذه الصحبة. الله تعالى يخلد ذلك في كتابه، أبو بكر يبكي ويقبل صلى الله عليه وآله وسلم ويقبل على الصديق، وذلك في نحر الظهيرة وساعة زيارته في مثلها لم تقدم. فصاحت له أسماء إذ بصرت به تقول أبي ذا جاءك المصطفى السمي. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، لماذا جاء في غير مقدمي؟ وبالغ في إكرامه ثم قال يا رسول الإله الحق خذ في التكلم. فقال أزل عنك الصواحب، قال لا يضرنا فهن الأهل لا بأس كلمي. فقال إني أمرت بهجرتي وأخرج من بيتي لطيبة فاكتمي. وقال نعم إذ رام صحبته له، فعين أبي بكر سرورا همتهمي. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الاجتماع السري الخاص مع أبي بكر يقرران الهجرة. قال أبو بكر يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي، فخذ بأبي أنت يا رسول الله. انظر إلى التبجيل العظيم لأبي بكر في كل لحظة في كل كلمة وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله فخذ بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن، أي عندما يتيسر لي سأعطيك ثمنها. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، جهزناهما أحث الجهاز، التجهز أحث الجهاز أي التجهز، جهزناهما بمعنى أننا أسرعنا في تهيئتهما حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر من أن يتحرك عليهما، وصنعنا لهما سفرة في جراب. أسماء وجدت أن هناك نقصا في العدة التي ينبغي أن يعدها أهل أبي بكر لرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الناس من بعده أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فماذا فعلت؟ قطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها ما تنطق به، أي ما تربطه على خاصرتها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سمي ذات النطاق الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هكذا قال أبو بكر، وقام أهل أبي بكر أسماء الكبيرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وقام يجهزان الراحلتين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصاحبه، وأبو بكر يبكي. فعلمت أن من الدموع محدثا، وعلمت أن من الحديث دموعا. وتقول عائشة عن بكاء أبي بكر الصديق، والله ما شعرت قط قبل هذا اليوم أن رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ.
إن أبا بكر قد صار ثاني اثنين بنص القرآن، كيف لا يبكي؟ كيف السبيل لكتم أسرار الهوى ولسان دمعي بالغرام يترجم؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر لحقا بغار في جبل ثور، أي بدلا من أن يتجه نحو الشمال أي نحو المدينة اتجه نحو الجنوب من أجل أن يحكم نجاح خطتهما، فكمنا في هذا الغار 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن يقوم على خدمتهما. وانظر إلى هذه الأسرة المباركة التي قال عنها أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. انظر إلى هذه الأسرة المباركة كلها في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي شرف حظيت به هذه الأسرة. ويا ويح من يتكلم في عرضهم أو يطعن فيهم. يدلج عبد الله بن أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبيت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أبيه أبي بكر يخدمهما ويقوم عليهما، ثم يتحرك من عندهما بسحر حتى لا تشعر قريش، فيصبح مع قريش بمكة كبائت في مكة لا في الغار، فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه. إذن جهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاز المخابرات اللازم من أجل أن ينظر ماذا يصنع العدو، ماذا يريد أن يفعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يردده بعض المتحمسين حماساً بارداً في غير مكانه: أنا رسول الله ولن يضيعني الله، أنا رسول الله وسيعصمني الله كما قال بأنه سيعصمني والله يعصمك من الناس، بل فهم هذه الآيات صلى الله عليه وآله وسلم وفق سنة الأسباب التي أمر الله الملك العظيم الوهاب أن نتبعها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يتحرك عبد الله بن أبي بكر في الليل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره ماذا يدور في أندية قريش. وفي هذه الأثناء كان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أيضا كان يرعى غنمه قريبا من غار ثور والناس لا يشعرون، فتروح الأغنام قريبا من الغار، فيأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حاجتهما من حليب هذه الأغنام من لبنهما حتى ينعق، حتى إذا ما أخذ حاجتهما وشعر عامر بن فهيرة بأن هناك ما يحتاج إلى الانتباه له قام ينعق على غنمه، يفعل ذلك من أجل أن يوفر المؤنة والدعم اللوجستي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستأجر أبو بكر رجلا من بني الديل وهو عبد بن عدي، وكان هاديا خريتا مشركا لكنه كان أمينا ماهرا بمعرفة الأمكنة والطرق، استأجره من أجل أن يدلهما على طريقهما إلى المدينة، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. وهنا أيضا ترى أن هذا الرجل المشرك لم يمنع شركه من أن يتكلم النبي صلى الله عليه من أن يتكلم معه أبو بكر وأن يأتمنه، فالعبرة بالأمانة وليست العبرة بالنسبة إلى الديانة. فما أكثر هذه الأيام من يسمون بأسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم أشد على أمة محمد من اليهود ومن أعداء وهم أشد على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أشد أعدائها سوءا وبؤسا. ونحن إذ ذكرنا هذا فإنما نذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ أهم الأسباب التي من خلالها يمكن أن ينجح خطة الهجرة، ومن أعظم ذلك أنه صحب معه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
وهو من أعظم الناس تخطيطاً إتقاناً إدارةً كما لاحظتم في توزيعه للمهام على أسرته وعلى الذي يعمل عنده على أجيره وعلى رجل من غير بني دينه، وهو هذا الذي استأجره ليكون هادياً خريتاً في الطريق، هادياً خريتاً يعني خبيراً في الطريق. وهو هذا أمر عجيب يذكرنا بأن العبرة ليس بالانتساب إلى الديانة، قد تجد من اليهود وقد تجد من النصارى وقد تجد من الوثنيين من يكون أكثر أمانة ممن ينتسب للمسلمين، وقد تجد ممن يسمى بمحمد ومحمد من هم أعظم بأسا وأشد تنكيلا في استضعاف المستضعفين وتسليم الحقوق للمغتصبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. هذا أبو بكر الصديق قد اتفق مع هذا الهادي في الطريق، مع هذا الرجل الخبير بالطريق، على أن يلتقوا بعد 3 أيام عند غار ثور. ماذا فعل هذا الهادي؟ الدليل: لقد أخذهما على طريق الساحل ولم يأخذهما على الطريق المعتاد. في هذه الأثناء شعرت قريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فر منها، اجتمعوا في مجلس الأمن القرشي في دار الندوة، والله تعالى يصف حالهم ويقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعلن مجلس الأمن القرشي عن جائزة مالية ضخمة للقبض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، فانطلقت فيالق اللصوص تريد، انطلقت فيالق مصاصي الدماء من البشر تريد أن تحصل على تلك الجائزة. وكان ممن سمع عن الجائزة سراقة بن مالك، سراقة بن مالك ابن جعشم من بني مدلج، سمع ذلك فانطلق يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خبيراً، كانت عنده من الدراية بالطرق وكان عنده من الخبرة والذكاء ما جعله بدلاً من أن يتجه في الطريق المعتاد يتجه نحو مكان آخر هو الطريق الساحلي، وبحث وسأل فوجد من يؤكد له الخبر. قال أحدهم: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل وراها محمدا وأصحابه، يعني الثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ودليلهما. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، أي يعمي عن نفسه من أجل نحصل على الجائزة، ولكنك رأيت فلانا وفلانا. ثم قال: لقد انطلق هؤلاء بأعيننا، بمعنى أنهم ليسوا من تظنهم، أراد أن يحصل على الجائزة وحده. انطلق سراقة وقد تجهز وأخذ عدته نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ رمحه وأخذ حصانه مسرعا، حتى إذا ما دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينطلق لأجل أن يوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر شعر بالحزن لمفارقة موطنهما ودار مولدهما، شعر بالحزن، والله تعالى ينزل على نبيه ما يواسي فيقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود في وقت محدد، اطمئن يا رسول الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. في الطريق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطارد من الجميع، والله تعالى يواسيه فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا، أي إذ اضطروه إلى الخروج حيث منعوه من أن يقوم بواجباته في نشر الخير في العالمين. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، وفي الغار كان أبو بكر والنبي صلى الله، كان أبو بكر يحاول أن يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
اجتمعت قريش وهم يطاردون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان قرب الغار، يكاد أحدهم أن يرى إذا نزل لينظر ما في الغار أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله صرفهم. وأبو بكر في غاية من الحزن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدئ لوعته ويخفف كربته ويقول له: ما ظن أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل شفاء. هذا المطارد هو الذي أقام ميزان العدالة في العالم، هذا المطارد هو الذي فرح به الشرق والغرب، حيث أبعد الناس عن ظلمات الوثنية وأعادهم إلى نور التوحيد. هذا المطارد هو الذي حمل المرأة من الاضطهاد العظيم الذي كانت تمارسه عليه حضارة الفرس وحضارة الروم وحضارة الهند وحضارات أفريقيا وحضارات العرب، كلهم كان يتخذ المرأة سلعة يلعب بها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتلى على العالم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أخبر العالم النساء شقائق الرجال. هذا المطارد هو الذي حرر العبيد من الرق، حتى جعل بلالا الحبشي أعلى شأنا من أبي لهب الهاشمي. هذا المطارد هو الذي أقام حضارة تشرق بنورها وعدلها على العالم، إلا أن يضيعهم إلا أن يضيعها أبناؤها. هذا المطارد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ملأ الدنيا اسمه. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. ليت شعري: هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في الغار من بوأها مقصدا لا يبلغ النجم مدى، طاردت في البيد من شاد لها دينه في الأرض جاها أي جاه، سؤددا عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، ورأى التاريخ ما أذهله فانثنى من دهشته يفغر فاه، هاله فتح ترى ما أفقه وأذان ردد الكون صداه، ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تجدو بتكبير الإله، يهرع الناس إليها زمرا كلما نادى المنادي للصلاة. نقف ها هنا لننظر ماذا حدث في أحداث الهجرة في لقاء قادم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من رفقاء النبي الأمين. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إلهنا ومولانا، يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار المخبتين الأبرار، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنان الخلد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. تمام، نستودعكم الله. يبدو أن هناك خلل في الصوت عندكم.